أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قل يا محمد قولا جازما جازما به معتقدا له عارفا بمعناه ردا على المشركين الذين قالوا له انسب لنا ربك، كما أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. فقل لهم يا محمد قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه، الله أحد لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير له، والصمد هو السيد الذي يصمد إليه، فيصمد إليه الخلائق في حوائجهم ويقصدونه في جلب النفع ودفع الضر عنهم، وتلك هي صفات الإله الحق المعبود، وهو الذي لم يلد ولم يولد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، وهو الذي لم يكن له أحد كفوا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. تسمى هذه السورة سورة الإخلاص لأنها تشتمل على توحيد الله في أسمائه وصفاته. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضلها إنها تعدل ثلث القرآن. وفي السورة توحيد الأسماء والصفات، وأهل السنة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وفي هذه السورة رد على جميع طوائف الشرك والضلال الذين نسبوا لله الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفيها أن كل صفة كمال فالله أولى بها، وأن كل صفة نقص فالله تعالى منزه عنها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.